السلام عليكم. طريقة تنصيب برنامج سمارت لاك: أول شيء ندخل السي دي في الجهاز، ثم نذهب إلى جهاز الكمبيوتر، ثم نختار محرك السي دي، بعدين نختار الملف هذا اللي هو نهايته اي اكس اي، ننتظر إلى أن يفتح النافذة. طبعا نختار نيكست، ثم نختار الاختيار الأول I agree next. هنا تحط اسم الفندق تبعك أي اسم next next، ثم نختار الاختيار الثاني next next، ننتظر حمل الملفات. بكذا تحمل البرنامج في الجهاز كامل. نختار فينش، نغلق النافذة هذه. طبعا نزل هنا عندك ملفين اللي عبارة أيقونتين، اللي هو الأيقونة الأولى هذه وهذا أيقونة البرنامج. الأيقونة الأولى هذه تستخدمها مرة واحدة فقط في البداية لتكملة تحميل الملفات. نختار انستول اوكي، خلاص كده تحملت كامل الملفات والبرنامج كامل في الجهاز. الحين نختار نفتح البرنامج اوكي. طبعا هنا يطلب منك كلمة المرور موجودة هنا اللي هي 9999 أربعة تسعات. نختار دخول، كده البرنامج تنصب في جهازك بالكامل. الآن بعد ما نصبنا البرنامج نبدأ ندخل رقم التسجيل. رقم التسجيل ندخله مرة واحدة فقط المرة الأولى. هذا الرقم حيعطيك هو المصنع، نختار ندخله من هنا RF شرطة 150 160، نختار هنا قبول. طبعا حيقفل البرنامج وحيرجع وحنرجع نشغله ثاني مرة اوكي. الحين نشغل البرنامج بعد التسجيل اوكي. هنا كلمة المرور يطلبها، كلمة المرور طبعا هاي كلمة المرور هي الافتراضية 4 ساعات، تقدر تغيرها نغيرها من هنا من الخانة هذه. بعدين change operator password، نضيف في البداية هنا 4 ساعات، كلمة المرور القديمة 9999. بعدين هنا تضيف كلمة المرور الجديدة اللي تبي تحطها، فرضا 1 2 3 4 1 2 3 4، نضغط هنا تعديل اوكي. الحين حيت يغلق البرنامج ونرجع نشغله ثاني مرة اوكي. الحين كلمة المرور ما هي 9، تغيرناها احنا، نضيف 1 2 3 4. اذا فرضا اضفت 9999 حيعطيك خطأ، كلمة المرور خاطئة، فغيرنا احنا 1 2 3 4 دخول هنا تغيير كلمة المرور. طبعا في البداية برضو نحط اعدادات التشيك اوت لخروج النزلاء، وقت خروج النزلاء تشيك اوت من البداية هنا، ثم نغير من هنا. طبعا هنا في حاطين هم الافتراضي اللي هو الساعة 2 الظهر على حسب الدولة، في بعض الدول أو الفندق الساعة 1 الظهر بعدها 12، فخليها احنا 2 الظهر، أتوقع السعودية 2 الظهر، تخليها زي ما هي سيف اوكي. سوي خروج، بعدين تدخل الخانة الثانية الإعدادات الثانية. هنا بالنسبة لمستخدمين البرنامج كم عدد المستخدمين ومنهم بأسمائهم، فرضا صاحب الفندق هو المسموح له انه يستخدم البرنامج مع موظفين الاستقبال فقط. فهنا تختار الاختيارين هذه، بعدين تدخل اسم المستخدم الاول فرضا أسامة، بعدين تعطي له كود فرضا 01 اي كود. طبعا تعطي له رقم كلمة المرور اللي بيدخل فيها البرنامج. احنا اول في الافتراضية
اللي حطيناه احنا من 1 إلى 4، 1 2 3 4. الحين هنا أسامة فرضا له كلمة مرور خاصة فيه، فرضا 1 1 1 1 واحد 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 واحد. هنا تعيد الكف مرور ثاني مرة. طبعا هنا تعطي كارد اي دي، تحط اي رقم للكارد حقه هنا، فتقول له إضافة عدد. أوكي الإضافة أضف، الإضافة تمت بنجاح. طبعا هنا شوف أسامة ورقم الكود حقه 01. وعندك هنا الافتراض اللي هو حاطينه أول، هم الأدمن اللي هو ضبط المصنع، هذا ممكن تحذفه. ديليت. أوكي طيب. هنا لو تضيف موظفين ثانيين تقدر تضيفهم من هنا. فضلا هنا الإدارة فرضا أحمد، وهنا تعطيله 0 2 1 برضو كلمة مرور خاصة فيه فرضا 2 2 2 2 2 2 2. تعطيله رقم الكارت حق الأي دي حق البطاقة أو رقم الجهاز حقه إذا كانت تضيفه. أوكي فنضغط على عدد إضافة. أوكي تمت الإضافة بالمجال. الحين عندك هذول المستخدمين هم اللي يحق لهم استخدام البرنامج. طبعا إذا تخرج الحين طبعا تحذف أي واحد منهم تبدأ تختار ديليت حق من هنا. طيب خروج اكزيت. نجي هنا قلنا هذا اللي هو تغيير كلمة المرور، هذا من الخانة العادي نغير كلمة المرور. طبعا هنا إذا تبت تضيف اسم الفندق أو شيء مفروشة تبعك، أي اسم على حسب اسم الفندق. أوكي عندك هنا الإعدادات، هذه اللي هي النوافذ. إذا فرضا تبغى تضيف، إذا عندك الأبواب الخارجية والمصعد برضو تبغى تستخدم استخدام الكرت لو كرت الصعود والخروج، ممكن من هنا تضيفها. القوائم طبعا انت عندك هنا بس شوف 4 قوائم. اذا ضغطت سيف اوكي حتظهر لك هنا اللي هو اعدادات كروت المصعد، المصاعد اذا عندك مصاعد لعبة تشتغل بالكروت. وعندك هنا اللي هو البوابات الرئيسية للفندق أو الشقق المفروشة، وعندك هذا برضو الكروت الخاصة بالموظفين. هذا إذا في حالة تبغى تضيفها، إذا تبي ترجعها للنظام السابق الافتراضي تلغي. إذا فرضا المصعد ما عندك له كروت والبوابات ما في كروت تلغيها. سيف. رجعت للأساسية اللي هو البرنامج الأساسي اللي هو الغرف فقط. مبنى واحد عندك وغرف فقط. طبعا كيف نضيف الغرف؟ نجي هنا اول شيء نضيف كم عندك مبنى. في بعض الفنادق او شيء عندهم اكثر من مبنى او عمارة، فهنا فرضا عندنا مبنى واحد، مبنى واحد بعدين ادد اللي هو هنا الاضافة، اضفنا مبنى واحد. طبعا اذا تعدل هنا هذا التعديل، وهنا طبعا الحذف تحذف، وهنا طبعا هنا الخروج. خلاص اضفنا هنا المبنى الاول خروج. تضيف هنا كم المبنى الاول كم الدور، كم دور اللي هو عدد الادوار. فرضا انت عندك هنا 3 ادوار، نضيف 3 او 4 حسب الفندق تبعك. نضيف عدد، خلاص صار عندنا مبنى، المبنى هذا عدد الادوار 3 ادوار هنا زي ما انت شايف. اذا تبي تعدل التعديل من هنا، هنا الحذف اذا تبي تحذف. اكزيت خروج. تيجي هنا تحط الغرف، طبعا هذا الدور الثالث كم غرفة فيه ونوع الغرف. طبعا الغرفة فرضا طبعا هو الدور الثالث نبدأ بثلاثة، يعني 0 1 من الغرفة الأولى إلى فرضا عندك 10 غرف في الدور الواحد. الغرفة الخمس الغرف الأولى هذه فرضا اللي هو سرير بسرير واحد أو سريرين أو 3، فنضيفها فرضا 301 إلى 305
حط نوع الشقة أو الغرفة، هنا الشقق وهنا عندك الغرف بثلاثة سرة أو سريرين أو دبل روم اللي هو أو سنجل روم اللي هو سرير واحد، فتختار هنا عندك برضو اللي هو الشقق الفاخرة أو الغرف الفاخرة. فإحنا فرضا نختار اللي هو ستاندر سنجل روم من 301 و305 سنجل روم على سبيل المثال، ونضغط أديت خلاص أضف لك هنا من غرفة رقم 301 إلى 305 على سنجل روم. تقول له من 306 إلى 310 و10 هذه الخمس الغرف الثانية فرضا دبل روم اللي هو غرفة بسريرين أو شقة من هنا الشقق أبارتمنت من هنا تختار فرضا شقة، فهنا نضيف أدب أضف لك هنا. تجي بعدين تقول له اكزيت خروج، هنا لو ترجع نكمل نضيف اللي هو الأدوار الثانية، الدور الثاني احنا قلنا ثلاثة أدوار، أضف الدور الأول رقم ثلاثة، الدور الثاني إضافة أديت إكزيت الغرف في الدور الثاني. نبدأ باثنين صفر واحد 201 إلى 205 على سبيل المثال، هذه الغرف دبل روم اللي هو غرفة بسريرين إضافة، عندك من 206 إلى 210 هذا عندك الغرفة بثلاثة أسرع أو الشقة هنا بثلاثة أسرع أو فاخرة إذا عندك، إذا فرضا لوكس عندك فنختار فرضا هنا ثلاثة أسرع إضافة عدد بس كده فريق. هاي تقريبا الغرف اللي موجودة في المبنى حقنا. طبعا المبنى الدور الأرضي اللي هو الأول حيكون ريسبشن أو استقبال، هو ما حيكون في غرف هذا على سبيل المثال. نيجي هنا إذا فرضا الغرف هاي مهم الناس تتغير تعدل في الغرف نوع الغرفة من هنا، هذه أنواع الغرف اللي عندك، فرضا تضيف غرف من عندك زيادة غير الغرف اللي موجودة هنا أو الشغل، فرضا في أي بي تحط عدد عندك عندك هنا سكسفول اللي أضف الغرفة بنجاح هنا في أي بي رول. طبعا خروج إذا بتحذف أي شيء من هنا تقدر تحذفه وتضغط على دل تختاره وتضغط على دل ويحذف. أوكي خروج، نرجع تاني مرة إذا فرضا عندك أي تعديل في الغرف هنا السكرين نمبر، طبعا شوف هنا أضاف الـ VIP اللي قبل شوية أضفناها، شوف أضافها الـ VIP، إذا عندك أي تعديل أو تبي تضيف غرف فـ VIP. طبعا خروج إكزيت. طيب بعد ما نزلنا الغرف الآن دحين لازم نحمل أرقام الغرف في جهاز اللي هو قارئ الشفرة أو الجهاز المحول. نشبك الجهاز، جهاز الكمبيوتر وجهاز على الجهاز المحول، بعدين نجي هنا في الخانة هذه نختار اللغة، طبعا اللغة حاط لك الصينية والإنجليزية والعربية البرتغالية، بس هي ما في إلا لغتين اللي شغالة الصينية والإنجليزية فقط، نختار الإنجليزية. بعدين داونلود لاك داتا، نحمل بيانات الغرف للجهاز، نحمل كل الغرف، التحميل تم بنجاح خلاص نضغط اوكي نخرج من هنا اكزيت كذا تحملت دحين في جهاز قارئ البيانات. طيب الآن نقوم بفصل جهاز التشفير من الكمبيوتر ونذهب إلى قفل الباب ونقوم بعمل تزامن التاريخ وقت جهاز التشفير أو المحول مع البرنامج في جهاز الكمبيوتر، ونقوم بتوجيه جهاز التشفير مباشرة على الليزر الموجود في قفل الباب ونضغط على رقم واحد ثم نضغط على كلمة رن الموجودة في جهاز التشفير، وبكذا نكون قد زامنا التاريخ والوقت بين البرنامج والأبواب. طيب لمعرفة طريقة برمجة الكروت مع أقفال الأبواب
نقوم بتوجيه جهاز التشفير مباشرة على الليزر الموجود بقفل الباب، ونضغط على الرقم 3 ثم كلمة رن، ثم ندخل رقم الغرفة على سبيل المثال 201، ثم نضغط على كلمة رن وننتظر إلى أن تظهر على الشاشة تم التخزين، وبعدها نحرك قفل الباب بفتحه وقفله، هذا القفل الموجود خلف اليد، وهكذا مع كل الأبواب والكروت. علشان نتأكد من أن برمجة رقم الغرفة تمت بنجاح، نوجه جهاز التشفير على الليزر الموجود في قفل الباب، ونضغط رقم 2 ثم نضغط كلمة ران، وننتظر الأعداد التصاعدي من 1 إلى 16 تقريبا. سوف يظهر لنا في الشاشة رقم الغرفة اللي عملناها، احنا عملنا هنا رقم 201. الآن نبرمج الكروت على الغرف. طبعا عشان لازم نبرمج الكروت نشبك جهاز قارئ الكروت في الكمبيوتر هكذا، طيب بعد ما شبكنا الجهاز قارئ الكروت على الكمبيوتر لازم نغلق البرنامج، نرجع نشغله ثاني مرة، نضغط اوكي. طبعا كلمة مرور هنا 1 1 1 غيرناها احنا هنا باسم أسامة. طيب عندك هنا ندخل فرضا على الغرفة هذه، نبرمج الكرت تبعها 201، ندخل على رايت كارد الكتابة على الكرت، تطلع النافذة هذه، طبعا هنا رقم الغرفة، وعندك هنا التاريخ، تاريخ الوصول وصول النزيل ووقت الوصول. طبعا النزيل هنا إذا كان يبغى يحجز الغرفة لمدة يومين أو يوم أو 3 أيام، تغير من هنا، هنا يومين فرضا أو 4 أيام من هنا، أو من هنا برضو من التاريخ، حط فرضا هنا 20، تاريخ 23، حط على طول حيجيك 3 أيام الحجز. وهنا الوقت، طبعا هنا الخانة هذه اللي هو الموظف اللي سوى الكرت للنزيل. هنا احنا حاطين طبعا الموظف اللي دخل هنا للبرنامج باسم أسامة ورمز الكود حقه 01. عندك هنا بيانات النزيل، اسم النزيل فرضا خالد ناصر، وهنا الجنس اللي هو ذكر او انثى ذكر، هنا ايش هو المستخدم، الاي دي كارد رقم البطاقة ولا الباسبورت الجواز او اي اثبات اخرى. طبعا احنا هنا فرضا البطاقة، ندخل اي رقم اللي هو البطاقة، رقم البطاقة، وعندك عنوانه فرضا عنوان النزيل الطاوي خالد ستريت شارع خالد او عنوان اخر. المهم بعدين هنا عندك نقرأ وايت كارد، خلاص كذا تمت قراءة الكرت بنجاح. في عندك هنا ريد كارد، هنا إذا بتعرف إذا حطيت الكرت وقبل ما تحط البيانات بتشوف الكرت هذا فيه مستخدم من قبل أو لا، تضغط على ريد كارد هيطلع لك البيانات. احنا طبعا احنا سوينا الكرت دوبنا للنزيل الخالد، شوف طلع هنا رقم الغرفة والتاريخ ووقت الوصول وتاريخ اللي هو تشيك أوت، وعندك هنا هيطلع اللي هو اسم النزيل خالد ناصر، هذا هو. طبعا الكرت رقم الكرت هنا رقم خاص بالكرت، وهذا أسامة اللي سواله الكرت. طبعا إذا فرضا أنت بتحط للكرت هذا حد معين، يعني فرضا هو دفع، هو حجز 5 أيام أو 3 أيام، لكن تبغى ما دفع كل الفلوس، دفع حق يوم واحد، فأنت تبغى بكرة اليوم الثاني تعطل عليه الكرت عشان يرجع لك ثاني مرة، يرجع الاستقبال. تختار هنا اكستند وتحط له فرضا اليوم 21، هو هنا حجز في 20 فاستمر لليوم الثاني 21. طيب 21 الساعة 2 الظهر لازم الكرت ما يشتغل، حيرجع لك ثاني مرة، خلاص انت هنا تحط التاريخ، هنا اليوم، هنا التاريخ والوقت،
تضغط هنا على الكتاب على الكارت خلاص كذا. بكرة اليوم الثاني فرضا تاريخ 21 حيرجع لك الساعة 2 الظهر يقول لك الكارت ما اشتغل إلا أن يدفع الفلوس اللي عليه حق الأيام المقبلة البيت. عندك هنا التشيك أوت فرضا خلاص من هذا بتسوي له تشيك أوت، طالع تطلع تختار الرقم تشيك أوت هنا أوكي كده تشيك أوت تغيرت الشكل ما عاد في نزيل. وعندك هنا إذا تبي تغير اللي هو حالة الغرفة، إذا عندك هذه الغرفة 306 فرضا وضعها في فرضا تحتاج تنظيف تختار هنا شوف تغيرت عندك هنا تحتاج تنظيف تغيرت إلى كلينر أو تحتاج للصيانة تختار تحتاج للصيانة تغيرت شكل الغرفة إلى صيانة هاي ما تقدر تستخدمها تحتاج صيانة أو استخدام خاص بكم صاحب الفندق مثلا هذا استخدام خاص ما عاد يستخدم الغرفة هذه أو إذا غرفة احتياطية هذا غرفة احتياطية نرجعها الأصل اللي هي غرفة الفاضية من هنا غرفة الفاضية هنا إذا كان فيها مستخدم طبعا زي هذا زي رقم 201 307 فيها نزيل طبعا خروج. بالنسبة للجروب كارد هنا إذا فرضا عندك مجموعة جو منهم 5 أو 10 وحجز عندك طبعا في طريقة للكروت لهم كلهم تسوي لهم كلهم كروت باسم الشخص واحد اللي هو المسؤول عنهم هذه الطريقة السريعة فرضا تبغى ما تبي كل واحد تسوي له كرت باسمه تسوي لهم كلهم كروت كل واحد له كرت خاص بيه لكن باسم وبيانات واحدة اللي هو المسؤول عنهم. نسوي الطريقة هذه فرضا عندك هنا الشقة الأولى فرضا أخذ هذه الشقة 307 وعندك هنا برضه في 3 أشخاص أخذوا غرفة فرضا 209 غرفة من 3 أسرة وفي عندك هنا برضه غرفة سنجل اللي هي غرفة في سرير واحد 302 وعندك هنا فرضا غرفة بسريرين 201 دحين هذول كلهم تبي تسوي لهم كروت تسوي لهم كل الغرف هذه كروت باسم شخص واحد اللي هو المسؤول عنهم فرضا اسمه منصور وتحط تدخل بياناته ذكر فرضا وهنا عندك الاي دي كارد رقم البطاقة وعندك هنا عنوان فرضا جايين هم من مكة. طيب دحين تبدأ تحط الكرت الأول اللي هو 307 رقمه رقم الغرفة رايت دحين هنا خلاص اختار هنا 209 الغرفة رقم 209 أول وعندك هنا تحط الكرت غرفة 302 تحط الكرت غرفة رقم 201 وكذا كل الكروت خلاص اعتمدت كاملة الغرف كلها هذا بالنسبة للجروب كارد زي ما انت شايف هنا انعملت لهم الكروت 201 209 302 307 هذا بالنسبة للكروت تبع الجروب. طيب الآن نعمل كروت خاصة بغرف الموظفين في البداية نيجي عند سيتنج ونضيف القائمة أولا سيف القائمة ظهرت هنا لنا القائمة هنا القائمة طيب هنا عندك رقم الغرفة حق الموظفين وهنا نوع الغرفة بالنسبة للغرفة هذه خاصة بمين بعمال النظافة ولا السكيورتي اللي هو الأمن ولا اللي في الاستقبال فرضا نحط طبعا الرقم لازم يكون الغرف غير الغرف الخاصة بالزبائن أو النزلاء غرف بأرقام مختلفة أرقام ثانية فرضا نبدأ احنا هنا فرضا بغرفة رقم 400 هذه الغرفة خاصة بعمال النظافة وهنا نحط لهم رمز هذا رقم واحد هو رمز الغرف الخاصة عمال النظافة عدد
هذه 400 كيلومتر، لأنه نوع العرق رقمها اللي هو واحد. طبعا هنا 400 واحد، برضو خاصة بالعمال النظافة كلينر نفس النوع عدد. هذا عندكم عمال نظافة عددهم كبير، فكل 2 أو 3 في غرفة، وعندك مجموعة غرف لهم. عندك هنا فراغ نحط 403، هذه خاصة بالسكيورتي الأمن. نحط لهم رمز الأمن 2 فرضا، أو أي رقم تبغى زي الشفرة 2. عدد برضو 404، هذه برضو خاصة بالسكيورتي اللي هو الأمن. أوكي كده أضفنا. وإذا عندك موظفين آخرين برضو حط لهم نفس الطريقة. هنا عندك هذه الإضافة، هنا التعديل لو تبغى تعدل، هنا الحذف، هنا خلاص الخروج اكزيت. كده نعمل فريش، كده أضفناها. الآن بعد ما أضفنا غرف الموظفين، نبدأ دحين نعمل لهم الكروت الخاصة بهم. فرضا هنا الموظف حق النظافة 401 رقم غرفته، هذا نعمل له كرت خاص فيه. الكرت هذا إذا تبغى فرضا تعمل له بداية أو تعمل له حد، يعمل الكرت هذا من بتاريخ معين ووقت معين إلى تاريخ معين ووقت معين، وينتهي صلاحية الكرت هذا، أو تخليه مفتوح بدون صلاحية. طبعا هنا تعطي الكرت هذا حق الموظف، هل تبغاه يفتح كل أبواب النزلاء الشغل المفروش أو الفندق، أو فرضا عامل النظافة هذا فقط يفتح أبواب النزلاء في الدور الثاني أو الدور الثالث. طبعا عندنا الفندق هنا حطينا 3 أدوار، الدور الأول اللي هو الاستقبال، الدور الثاني والدور الثالث اللي هو غرف النزلاء. فإذا تبي تتحكم في كرت الموظف هذا، الموظف هذا ما يقدر يفتح إلا الدور أبواب الدور الثاني أو الدور الثالث. إذا كان تبغى يفتح كل الأبواب في الفندق، تختار توتال تاب هذا الاختيار. وهنا برضو تعطي صلاحيات، إذا حطيت إشارة صح هنا تسمح للكرت حق الموظف إنه يفتح باب النزيل، حتى لو النزيل فرضا داخل الغرفة ومقفل بالقفل، فرضا راحت عليه نومة وتبغى والموظف يبغى يفتح الباب على أساس صحية أو حاجة زي كده، تحط علامة صح هنا تسمح للكرت حق الموظف يفتح الباب حتى لو كان مقفل من الداخل بالقفل. عندك الاختيار الثاني، هذا في المناسبات. فرضا عندك إذا عندك غرف خاصة بالاجتماعات وما تبغى الغرف هاي تتقفل، كل بعد شوية تتقفل ويجي الواحد يفك الغرفة، تبغى الغرف هاي تكون مفتوحة على طول، خلاص الموظف يستخدم الكرت هذا ويفتح الغرفة مرة واحدة، فبعدين الغرفة هاي تكون مفتوحة على طول، ما تتقفل إلى أن تقفلها ثاني مرة برمجة جديدة. وعندك هنا الفويس اللي هو إذا الموظف فتح غرفة نزيل، القفل حق الباب حيطلع صوت. الصوت هذا يعني إن اللي فتح الباب ليس النزيل، اللي هو الموظف هو اللي فتح باب الغرفة. هنا عندك اللو باتري، إذا البطاريات بدأت تضعف وتنتهي، عندما الموظف يفتح باب الغرفة حيطلع صوت إن البطارية ضعيفة. البطارية ضعيفة. عندك هنا ليميتد، هنا في حالة تبغى الموظف له صلاحية إنه يعطل كرت النزيل. إذا هذا النزيل فرضا تبي تعطل كرت وما يفتح الغرفة الخاصة فيه، الموظف يستخدم الكرت حقه مرة واحدة على الباب، بعدين هيجي النزيل أو العميل ما يقدر يفتح الباب ثاني مرة بالكرت حقه الخاص. هنا إذا حطيت إشارة على الليمتد تعطيل كرت النزيل. هنا طبعا تضيف الاسم، بس اسم الموظف طبعا اسمه أحمد، هذا عامل النظافة فرضا، وخلاص تحدده هنا على تحديد عامل النظافة رقم 401
وتقول لي هنا رايت كارت، خلاص كذا تم قراءة الكارت بنجاح. بعدين هنا عندك ال هنا إذا تبي تعطل الكارت هيستخدموا رايت أوف تعطيل الكارت. هنا عندك إذا فرضا جاك موظف تبي تغير المفتاح حق الموظف هنا، بدل ما تخليه فرضا هو ما تبي تخليه دور ثاني، تخليه دور ثالث، هنا تحط الدور الثالث. فرضا تبي تغير إنه يستخدم على الكرت هذا، يستخدم كل المبنى، يفتح كل الغرف، هنا توتال كارد يتم تغيير هنا. هذا بالنسبة للكروت الخاصة بالموظفين. طريقة استعلام عن النزلاء والموظفين الذين استخدموا الغرف، الاستعلام عنهم بالتفصيل. طبعا في البداية تشبك جهاز التشفير، تشبكه في الجهاز، في جهاز الكمبيوتر. بعدين تيجي عند قارئ تسجيل أبواب، وتختار هنا طبعا هنا اللغة الإنجليزية زي ما قلنا، ما في إنجليزي أو صيني. وهنا عندك الغرف أو اللي في العمارة كلها والشغل المفروشة أو الفندق. هنا عندنا 20 غرفة أو شقة، نضغط هنا ريد ريكورد، اقرأ التسجيل. يعني هنا حيقرأ لك كل بالتفصيل كل الذين استخدموا الأبواب واستخدموا الكروت في الأبواب. تنتظر لين يتحمل كامل البيانات. طبعا حينزل لك بس الغرف او الشقق اللي استأجرت او استخدمت عن طريق الموظفين فقط. طبعا هذا السيريال نمبر حق الكارت، خاص بالكارت السيريال نمبر. وعندك هنا اللي هو تاريخ وقت استخدام الكارت. عندك هنا نوع المستخدمين إذا كان موظفين أو نزلاء، وعندك هنا اسم الموظفين أو النزلاء، عندك هنا برضو التاريخ. وعندك هنا هذا اللي هو الموظف اللي عمل الكروت للنزلاء أو الموظفين برضو. لو ما بدك استقبال فاضل، عندك هنا رقم الغرفة أو الشقة. أوكي كذا انتهى دخول. طيب هنا عندك اللي هو الغرفة أو الشقة رقم 202 استخدمت عن طريق، طبعا هنا هذه الأوقات هذه ما استخدمت فيها، لكن هنا في الوقت هذا الطرح استخدم النزيل. هذا نزيل يعتبر جاست كارد نزيل لسامي رامي، هذا الوقت استخدمها، استخدم الكارت التاريخ الوقت هذا. وعندك هنا استخدم مرة ثانية هنا هذا الوقت. وبعدين في موظف اسمه سالم له صلاحية فتح كل الغرف. هنا نوع الصلاحية، صلاحية موظف سالم، نوع صلاحية الكارت تبعه اللي هو يفتح كل الغرف توتال كارد. فتح الغرفة هذه اللي 202 في الوقت هذا. طبعا اللي سوال صلاحية الكارت او اللي عمل الكارت في الريسبشن، طبعا هنا اللي 99 حطيناه احنا هنا بدون اسم موظف، موظف بس بدون اسم حطيناه عشان على سبيل المثال. ففي هذه الاوقات فتح الباب سالم، في هذه الاوقات التاريخ والوقت. وعندك هنا ننزل الاوقات هاي طبعا فاضية، ما استخدم الاوقات هاي، ما حد فتح الباب. نيجي هنا هنا برضو صار
غرفة 302 سالم الموظف فتح الباب في الوقت هذا. طبعا هنا غرفة 207، برضو هنا أحمد، موظف اسمه أحمد، عنده صلاحية فتح كل الغرف، فتح الغرفة 207 في الأوقات هذه. وبرضو هنا موظف له صلاحية فتح الدور الثاني فقط، اللي هو 207 يعني معناه الدور الثاني، لكن بدون اسم. الموظف هذا ما له اسم، ما عنده، اللي عمل له الكرت ما عمل، ما حط اسمه. في هنا فتح الباب اللي هو غرفة 207 في الوقت هذا. وعندك هنا موظف اسمه ABC، هذا حطيناه له احنا اسم، له صلاحية فتح الغرف كلها، برضه فتح غرفة 207 في التاريخ هذا والوقت هذا. وأنا أعطيك البيانات بالتفصيل وأعطيك الغرف فقط اللي استخدمت. أيوه هنا عندك غرفة 205، عندك نزلاء استخدم الغرفة هذه، اللي هو النزيل محمد صالح استخدمها في الوقت هذا، ويمكن نزيل بعده. شخص ثاني استخدم الغرفة برضو. طبعا انا حاطين احنا انا حاط هنا في الاوقات كلها قريبة من بعض، عشان لسه الان مسوي الامثلة هذه في وقت واحد، وتكون التواريخ والوقت قريبين من بعض عشان نسوي على سبيل المثال. طبعا هنا اللي هو محمد صالح، الموظف اللي عمل له الكرت اسمه أسامة، و01 حطينا الشفرة، ممكن موظف يكون في النهار أو في الليل. وهنا 99 موظف غيره، هو اللي سوى الكرت لخالد ناصر. طبعا هذه الغرف اللي استخدمت هي 306، عندك هنا 205، 201، 203. طبعا مو كل الغرف ال20 غرفة، باقي الغرف هذا مستخدمة في هذا الوقت. طبعا هنا هذه البيانات، طبعا هاي البيانات نزلت في ملف، بتطبع هذه، تطبع البيانات هذه على طابعة خارجية. عند لما تضغط هنا شوف هنا ينزل لك ملف، ملف السي سي هو قرص السي، ينزل لك ملف بهذا الاسم لوك شرطة rec.txt. هذا الملف ينزل لك زي، وتفتحه بملف الوورد، وعن طريق ملف الوورد تطبع عادية. في موقع، في طريقة ثانية للاستعلام من الموقع هذا من هنا. طبعا هنا الاستعلام إذا تبغى الكل أو عن طريق الغرفة، فرضا أنك تستعلم من غرفة معينة 201 على سبيل المثال، هجيب لك بس الغرفة واستعلام عنها فقط. هنا اللي هو اسم النزيل خالد، هنا رقم الغرفة 201، هنا اسم النزيل خالد، هنا النوع ذكر، هنا رقم البطاقة حقه، وهنا العنوان، وهنا تفصيل متى وصل هو، ومتى استخدم الكرت، ومتى متى حيكون تشيك اوت حقه. وطبعا هنا الموظف اللي عمل له الكرت، طبعا هذا الكود حقه 99. وهنا الكرت لسه مع الموظف، مع النزيل لسه. طبعا هنا اذا للكل، هنا يعطيك على طول كامل، يعطيك كل التفاصيل بالنسبة للغرف، وبالنسبة برضو الموظفين اللي استخدموا الكروت. هذا عندك موظف أحمد، هذا استخدم الكروت في الوقت هذا الوقت والتاريخ. وعندك هنا عمل له الكارت، اللي تعمل له الكارت. وعندك هنا نزيل اسمه سامي رامي 306 205 محمد، وهاي تفاصيل تحت برضو التواريخ، وبرضه من اللي عمل له، وهذا اسم الموظف اللي عمل البطاقات
الأشخاص. هذا فرضا هنا أسامة، رمز الكود حقه 01، عندك ناس 99، الموظف الثاني ما حطينا عليه اسم احنا. فهذه هي البيانات، وهنا ممكن تطبع في الحالة هذه، ممكن تطبع المعلومات هذه. طبعا هنا خروج اكزيت. طبعا هنا لو تبغى تستعلم عن كرت بشكل سريع معين، كرت معين تضع الكرت قارئ الكروت، جهاز قارئ الكروت اللي مشبوك في جهاز الكمبيوتر، وبعدين تضغط على ريد كارد يطلع لك البيانات حق الكرت. هذا الكرت صاحبه اللي هو غزيل 201 واسمه خالد ناصر. طبعا هنا هذه علامة استفهام اللي ما عنده صلاحيات حق الموظفين اللي يستخدموا الكروت خاصة بالموظفين. هنا الصلاحيات بس غير مسموح له، فقط مسموح له فتح غرفة 201. وهنا بيانات عنه، من اللي عمل له الكرت هذا اللي هو كود 99 بالضبط، وين التواريخ والوقت. طبعا لو نبي نستعمل عن كرت موظف، نحط كرت موظف قارئ الجهاز قارئ الكروت، برضه نضغط على ريد كارد قارئ الكارت. شوف طلع لك هذا كرت موظف، هنا عنده صلاحية. شوف ما في علامة استفهام الا هنا اللي هو حق اللي شرحناه في البداية، اللي هو الكرت اللي حق الاجتماعات تخلي كل الأبواب مفتوحة. طبعا هنا هذه كرت الموظف اسمه أحمد، وله صلاحية فتح كل أبواب الغرف الفندق أو شيء مفتوح. واللي عمل لي الكرت صلاحية اللي هو أسامة 01. نيجي هنا، طبعا إذا تبي تلغي كرت من الكروت تضع الكرت في جهاز قارئ الكروت، وهنا تعطل الكرت خلاص. إذا ضغطت هنا اللي هو الأسود، هذا النقطة السوداء، تعطل الكرت كذا، يعتبر الكرت معطل. لو ضغطنا تجي تقرأ الكرت ثاني مرة، ما في شيء، ما في بيانات في الكرت، الكرت معطل، الكرت معطل إن شاء الله. عندك هنا اكزيت اللي هو الخروج، تخرج من البرنامج. وهنا سوفت وير ريجستر، خلاص احنا هذا تسجل اول ما تبدا البرنامج لازم تسجل ولو تذكر. احنا هنا خلاص سجلنا، فاكر في البداية ار اف 150 160 الكود حق المصنع، حق المصنع اللي اعطانا اياه سجلناه، خلاص ما يحتاج الا مرة واحدة تسجل في البداية. كده يعتبر شرحنا البرنامج بالكامل. هنا عندك اللانجوج، لغة صينية ولغة انجليزية. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.